اوكي ودي ارد بس ما كيفي ما انا براضي يا اخي ما انا فاضي ما هو بكبر وتعالي لا يعلم الله بس يا اخي ما انا براضي والله قبيض الله وجهك صح لسانك لا والله ما يسب لا ما يسب يوم جاء ذاك اليوم المهم بلشني قروش يوم جاء ذاك اليوم هو يقول لي كلمة يطش لك كلمة زي اللي يعني ما تقدر ما اقدر انافسك ما اقدر رد عليك قل كل شيء اللي تقول الكلمة هذه وانا اتش خلاص على الملاحظات سيدة قلت واستراح لين مل الشاعر حروفه الكبير يعرف نفسه ما يعرف الكبر والصغير يشوف نفسه مير ما شوفه شعره اللي أو شعرك اللي ما حفظها إلا الورق والحبر وشعري اللي يسمعه يحفظه في جوفه أنا شاعر عزه الله بالعزم والصبر لين قام يدح مرة يجي المكتوفة وفي وجهه مفلح معلق عندك يا ابوي مفلح ما عندنا نتصل وانا التصف في وجهه ما ادري وين راح بس انا يعني مقصدها هي يوم اقوله شعرك اللي ما حفظها الا الورق والحبر وشعري اللي يسمعه يحفظه في جوفه والكبير يعرف نفسه ما يعرف الكبر والصغير يشوف نفسه مين ما يشوف وانا صادق معلق عندي انا لا الله يطول بعماركم وش غيرها بعطيكم قصيد قبل عشان يكون بثنا كله محتويات قصص قصايد ننوع لكم هم قل لك قصات وطفش لا في ناس تحب الضحك في ناس تحب القصيد في ناس يعني لازم تنويع احترام للموجودين أنا متذكر بقول لكم شيء يعني لا أنت يا جينا بقول لكم شيء والله ما أدري شنو بس يعني خلنا نتذكر شيء ما قلت ولا قصة إيه بعطيكم ذاك اليوم تذكرون قصيدة أوس وإيس هذيك خليني بعيدها لكم بس حلوة 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 بقول لكم سالفتها ذاك اليوم يوم دريت يتكلمون عني فوكس نايف تذكرون فقرة بيت وسالفة فقرة مجنونة ما قد مر يعني مرها من الواقع ما قد شخص يعني جاب فقرة وابتكرها بأسلوبه وبقصايدها لنا نكون واضحين حتى الأبيات يخافون منها العيال يعرفون وراها معاني مدفونة ومن تهديها ومن يعني فيها تشويقية وحلوة حلوة بالحيل أنا ذاك اليوم يوم طلع فهد معيان قال نايف يبغاني أمدح فقرته لعن الله شكلك استغفر الله وتوب إليه أنا خلاص بغيت أموت وعلى الكنترول عادي أبي أشوف وجهه بس واجي يوم جيت له طالع لي عبد العزيز الصيمي يا ولد انت فيك قلت ولد على المسار كذا لا 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 قال اقسم بالله ترجع يا ولد قال اقسم بالله ترجع يوم عبد العزيز استحمل جت ذبلة سبتي وانا ديف فوق تحت انا اقصد فهد معيان والعيال اللي معي يوم ارتفع ضغطي يا ناس المهم انا اروح واسرد الاربع ابيات هذا عقبها ما عاد تعرضوني ما عاد تفتحوا فمهم يوم اقول عسى اللي يحد القاف بالفكر حد الموس يحده على اللي يدرسون الشعر تدريس عسى اللي يحد القاف فكره على المعكوس يحده على اقرب زاويه راعي اتوبيس ولو يظن بعض الناس ما فوق راس هروس لا ينسى نبا وهدهد سبا من سبب القيس وإذا كان شاعر صفقوا له اثنين جلوس لا يستحق للعالم مع الطبل والترويج وإذا كان واحد صفقوا له اثنين جلوس لا يستحق للعالم مع الطبل
والترويس وترى التمر يا فلاح، لا منه خرها السوس، ما حد ياخذه لو في الريالين 100 كيس، لو انه هو المذكور في جنة الفردوس، ولو انه هو اللي يعيش اجدادك الفريس، وترى المعجزات اللي تجي بين قوس وقوس، غير المعجزات اللي تجي بين اوس وايس، ومن المعجزات السبع ضريح موسولوس وتمثال ابولو رودس وهيكارتميس. بوم، وارجفهم بهرجفة عند الله خبرها. ذاك اليوم القصيدة ضربت والعالم ضربت والدنيا ضربت، وكل يسألني من تقصد وانا ساكت. اشرحها؟ مش اشرحها، المفروض اني ما اشرحها، بس يعني اقول حبيبي عسل يحد القاه بالفكر حد الموس، يعني يرده على اللي يعني اللي يبدع في القصيد، يعني اللي شعره ركيك يا شيخ الله لا يوفقه خلي فارق، يعني ما نبيه، بس اللي شعره قوي عساه يرده على هذول يعلمهم الادب. بعدين اذا كان واحد صب ايه ولو يظن بعض الناس ما فوق راس هروس، لا ينسى نبا هدهد سبا من سبب القيس. هدهد بسيط جاب اكبر نبا، هو هدهد يعني حكى حجم كيعني وش هو هدهد، جاب له خبر ايش اسمه بلقيس من 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 سبا، يعني لا تستحقره مهما كان. اوكي، ويعني وفيهم اقواس انا مسويها، فلذلك المعجزات اللي تجي بين قوس وقي لا هذه لا مستحيل اقولها، بس هي بس الله من يعني عتاب تعبط شعرا. وش معناها؟ ملقبين يا الشباب تعبط شعرا، ادخل عباطها شوي القصيد، موجوده بتويتر. I didn't know. ما اظهر ما قد نزلتها صح؟ ما قد نزلتها لا والله. وش اللي بمعناها؟ اقول لك تعبط شعرا يعني عباطه، وتعبط شعرا نفس تأبط شرا، بس اللهم اني مغيرين في الشعر. سلامة عينك هذا انا شلت، ما ادري والله موجوده في اليوتيوب ولا لا. تقطع شعرا يوه على بالها اني تقطع شعرا، اه تقطعت شعرا يوه ظلمنا. انا بكره بروح اشتري خابرين الحزمه اللي اول ما تدخلون سوبر ماركت تلقى عصا مكانس واجد، بروح اشتري ربطه ولا ربطتين عصا مكانس، خلاص ما عاد والله تقدر تحمل، ما عاد اقدر اتحمل. وش نكتب عشان القاها؟ والله ما ادري هي في اليوتيوب ولا لا، بس اكتبوا والله ما ادري، والله ما ادري وين تلقونها، ولا اسمعوا بنزلها في التليجرام قناتي شوي، قناتي في التليجرام بنزلها، واللي عندها المقطع يرسله لي سواء مصمم ولا لا. وهذه سوالفي وقصصي وقصايدي وش اقول وش اخلي. اضرب الاقوياء يا شيخ، اضرب نفسي، اضرب نفسي صدقوني، ولا الاقوياء ما يمسهم كبر الشعر، لاني ارضى نفسي ولا ارضى عليهم، والله رب الكعبة اني ما اقولها كذب. يا اخي فيها حسن، في حنية لهم، حاجات 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 شيء كويس، حسني مسؤول عنهم، ليش ما ادري، بس فعلا اقسم بالله حسني انا مسؤول عنهم، ما ادري شو السالفه، شيء غريب، افكار غريبه. عسل يحد القاف، اكتب عسل يحد القاف، اكتبه كذا وتطلع. اوكي، احجي عراقي، احجي شنو؟ انت عراقيه لو كرديه لو شنو؟ تريدين اشمر؟ اشمر لك شنو؟ اشمر لك رمانه؟ لو أدش اشترنا في سبعينج نم 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 نم
نايف مستواك بالشعر تغير عن الأول. لا والله كل مالي أبدع. سؤال جميل لكن كل مالي أبدع. أسألكم بالله تقرب لها. نم 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 ويلي ويلاه. نم نم من أختنا سمسم. نم 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 يا رب لك الحمد. تخيلك هذا نم 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 بتشرح علي الادمي. نم نم وش تصاحي ولا مجنون؟ ها حجاز ما تسالكم تطيحون بكلام. اختاروا ترقوا يعني شيء زين، ما بكل شيء تلقونه تاخذونه في لا لا مو غلط. طيب حباني يعلم الله اني استمتعت معكم. الله يوفقنا وياكم. اذكاركم ثم اذكاركم ثم اذكاركم، لا تنسونها قبل ترقدون. الله يوفقنا وياكم. الغلب ما راح انساه، خذوا لكم غلب. يا أدنى ما كني حلقت يا آخر بيت الشغلة. رقبتي دايم مايلة. دقيقة. لا نغلو داعم.